انت مش سعيد؟ شو اللي واقف بوجه سعادتك؟ تعال نشوف مع إيهاب حمارني. شو الاشي اللي بوقفك توصل السعادة اللي عم بتدور عليها؟ شو الاشي اللي بوقفك تكون عايش باستمتاع، عايش جد حياة راقية، عايش جد حياة سعيدة؟ ورح أحكي لك السبب اللي بوقف الغالبية العظمى من الناس انهم يمشوا بهذا الطريق. والسبب انه تعريفنا للسعادة هو تعريف صبياني، تعريفنا للسعادة هو تعريف سطحي. عشان أثبت لك خلينا نشوف كيف الطريقة اللي غالبية الناس بتشوف فيها السعادة. مش السعادة عنا إياها أنه تكون في حالة متعة لحظية، حالة إثارة لحظية، مش أكون في حالة بس أحاسيس حلوة. هذا مفهومنا عن السعادة، عشان هيك منضل نمشي وراء الأشياء اللي بتعطينا متعة لحظية ونحاول ندفش الأشياء اللي بتجيب لنا الألم. وهاي الطريقة الإيجو أو الكبر أو نظام الخوف بيحاول يسير فيها الحياة. بس في مفهوم كتير أعمق وكتير أنقى وكتير grounded أكتر، متجذر أكتر، تفهم فيه السعادة. هذا المنظور بالنسبة إلي إنك تبطل تعاني، تنتهي المعاناة من حياتك. وهذا الإشي جائز، هذا الإشي possibility. بتقدر تختبر كل أحاسيس الدنيا، بتقدر تختبر الألم، بتقدر تختبر عدم الأمان، بتقدر تختبر الحزن، بتقدر تختبر كل أحاسيس الدنيا بدون ما تعاني. هاي هي السعادة، إنه يكون جواتك فضاء من الأمان، إنك تقدر تعيش كل experiences الحياة زي ما هي بالغنى الكامل تاعها بدون ما تدفش أي experience لبرا. تقدر تعيش الحزن كامل، تقدر تعيش الألم كامل، تقدر تعيش الإثارة كاملة، وتكون كل هاي الخبرات فيها غنى عشانها بتصير في فضاء آمن، عشانها بتصير بفضاء الذات. وهذا النوع من السعادة هي سعادة مطلقة. ليه؟ عشان السعادة ما بتيجي من حالة، سعادة ما بتتغير بإحساس. هاي السعادة بتيجي من إنك تعرف حالك، وتعرف حالك هي بروسيس، هي بروسيس ماستري، بروسيس احترافية، مش إشي بيجي بيوم يومين. يمكن رح تمر بعملية شفاء عاطفي، يمكن رح تمر بأنظمة فكرية عندك ملخبطة، رح تمر بتنقية طاقية، رح تمر بدراسة وفهم وتعميق، دراسة وفهم وتعميق، دراسة وفهم وتعميق، عبما يبلش يتجذر فيك الوعي الكامل مين أنت. وهذا هدف كل الفيديوهات اللي عم نعملها، هذا هدف أكاديمي HPE أكاديمي اللي عم نعملها عشان نساعد الناس تعرف حالهم. وزي ما حكيت هالبروسيس ما بتيجي بيوم يومين، هاي بتيجي مع عملية احترافية، فبدأ تكون صبور مع حالك. وهذا اللي بيسموه الناس تكون باللحظة. تكون باللحظة مش معناتها تكون بالنقطة اللي هي بين الماضي والمستقبل. تكون باللحظة معناته تتعدى بعد الزمان كله، تكون معناته بخلود اللحظة، تكون بأمان اللحظة. هنا بتصير حالة الدهشة، هنا بتصير كل experiences الحياة إلها منطق مختلف، إلها خبرة تعينك بحياتك. هنا بتصير تتعلم حكمة بكل إشي بصير بحياتك، بتصير الحياة هي المعلم تاعك. هذا بالنسبة إلي الجانب الداخلي للسعادة اللي هو معرفة الذات. في الجانب الثاني، الجانب العملي، الجانب الفيزيائي، اللي هو تبلش تعيش الرؤية اللي انت بتحددها لحياتك. وبرضو رح احكي انك تقدر تحقق الرؤية مش موضوع بيجي بيوم يومين، بدك تتعامل مع حياتك على انها عمارة وانت عم تبنيها للأبد، بدك تتعامل مع حياتك على انها مشروع لا منتهي. كل يوم بدك تعرف اكتر شو الاشي اللي بحركك بالنسبة للأصحاب. شو معنى أصحاب بالنسبة لك أكتر؟ شو معنى علاقات بالنسبة لك أكتر؟ شو معنى صحة بالنسبة لك أكتر؟ شو المهم بكل إيريا؟ وكيف تحقق هذا الإشي؟ وعشان تبلش تعيش الرؤية تاعتك بدك تصير ماستر بإدارة الطاقة، عشان الطاقة اللي غالبية الناس بتحرك عليها هي طاقة خوف، هي طاقة نجاة. طاقة الخوف والنجاة اللي هي احنا بنسميها توتر وقلق غير قادرة إنها تعطيك أكسس، إنك تفتح الاحتماليات فكرية غير محدودة عشان تقدر تعيش الرسالة تاعتك أو تقدر تعيش الرؤية تاعتك. فالرؤية والرسالة تاعتك اللي هم مرتبطين مع بعض ما بيجي من حالة توتر مستمر. بدك تصير ماستر بالطاقة، بدك تفهم الأنظمة الفكرية اللي عم بتشتت طاقتك برا، وتبلش تبني حياة بكل ناحية من نواحي حياتك تخدم تطورك. زي ما حكيت بدك تتعلم الصبر، بدك تتعلم انه تشوف حياتك كماستري، مش والله اخذت كورس وما صرت سعيد.
هذا المنطق منطق صبياني زي ما حكيت. خليني أحكي لك حتى ريسيرش انعمل، وهاي بالنسبة لي من أهم الريسيرش اللي عملت بموضوع النجاح والسعادة. جابوا أطفال وحطوا قدامهم مارشميلو، حكوا لهم يا بتاكلوا هلا يا إما تستنى وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ناسي شو الوقت بعطيك مارشميلو تاني. الأطفال اللي أكلوها وما استنوا بعد 20 سنة هم كانوا أكثر ناس عم يعيشوا في حالة نجاة، مش قادرين يعيشوا الرسالة تاعتهم. الأطفال اللي استنوا عبين ما الساعة والساعتين عبين ما يحصلوا على تنتين مارشميلو هم أكثر ناس ناجحين، هم أكثر ناس عندهم فهم لذاتهم، هم أكثر ناس عندهم سيطرة، هم أكثر ناس فاهمين أولوياتهم. ليه؟ عشان هم مش متشتتين بالحياة، ما بيدور على المتعة اللحظية، ما بيدور على السعادة اللحظية، بيدور على رحلة ماستري. وهاي رسالتي لك بالنهاية، اطلع على السعادة كأنها رحلة ماستري، اطلع على رؤية حياتك كأنه مشروع لا بنتهي، اطلع على تدريبك الذهني كأنه تدريب بتعيشه كل يوم عشان تكون قادر انك تلاقي السكون اللي جواتك، وهذا السكون هو احساس الامان، هو اللي رح يحركك بحياتك، وهو اللي رح يضيف بعد جديد للسعادة في حياتك. وشكرا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بنشوفكم بحلقة جديدة مع يوتيوبرز، إلى اللقاء.